تقريبا الشيخ الثالث هو احمد اسمه احمد اسمه احمد احمد محمد حامد الحسني الشنقيطي يلقب بدوم احمد دوم يكون احمد دوم الا هنا نعم لعله هنالك ايضا كذلك لكن مشهور بهذا احمد دوم نعم رأيت هذا هو الشيخ الثالث فلما وصل اول من اخبرني بوصوله وصل من موريتانيا ايوه نعم يعني بعد مجيئه جاء وصل قبل وفاة الشيخ المختار قبله بسنة أو سنتين أو ثلاث كده تقريبا هكذا رأيت لكن توفي الشيخ المختار وهو وقد وصل هذاك أحمد فولد شيخنا المختار أول من أخبرني بوصول أحمد فقال لي الوالد توفي وقد وصل الشيخ من هنالك والله أرى أو يستحسن أن تأخذ منه نعم هذا اللي يكلمك مين شيخنا محمد ولد الشيخ المختار هذا اللي في كبار العلماء الان ايوه نعم نعم شيخ محمد بن محمد ايوه قال لي هذا نعم وعلى كل حال اخبرني به اول هكذا من باب الخبر نعم رايت وبعد ذلك ذهبت اليه وتعرفت عليه وقلت له ساقرا عليه فرحب بي وكذا مع أنه ما يعرف من أول على كل حال رحب بي فقال تعال فقال ماذا تريد تقرأ هكذا قال فقلت أقرأ ما تيسر من العلوم عليك قال في أي فن تبدأ قلت ماذا ترى أنت سبحان الله فقال لي أنت هل لك معرفة بمذهب مالك قلت نعم بل هو لعله قبل هذا إنما أخطي أخبر عني أيوة. ولعل أيوة. هذا هو الصحيح أخبر عني أيوة. فعرف أيوة. رأيت أيوة. لأني كنت أقرأ المختار مختصر الخليل وتوفي أيوة. لما وصلني باب الزكاة فقال لي بما يدل على هذا قال لي إذا اقرأ في الفقه وأنت كنت تقرأ مختصر الخليل على المختار هكذا قال لي فسبق علمه بحالي قبل أن أدرس أبدأ عليه فقلت إذا نبدأ بهذا فلما ذهبت لي لأبدأ عليه لأقرأ عليه قال لي كيف تريد أن أشرح لك فما فهمت قصده قلت كيف أنت الأمر لي قال لا أنت قلت أو أنت قرأت سابقا المختار فقلت لا حتى الآن ما أفهم ماذا تريد من هذا من هذا الكلام قال لي هل تريد أن أقلل أو أن تقلل النص الذي تقرأ علي وأكثر الشرح أو تكثر النص وأقلل الشرح يعني اختصر شوف العلم كيف شوف وما سميت هذا من غيرك مثل هذا ما موجود شيخنا هذا زي الأساطير هذا كأنه أساطير والله هكذا قال لا إله إلا الله فقلت الأمر إليك ما على كل حال قال خلاص أنا أشرح كما يناسبك لكن بدأ يشرح فالاختصار في النص مع الإكثار في الشرح سلك هذه الطريقة فكان يستطرد يعني براحتي أيوة براحتي نعم. فكان يستطرد استطرادا يخرج يعني بعدما يشرح مراد خليل من النص الذي قرأته يزيد زيادات لها علاقة بهذا النص المشروع في الفقه وقد يتطرق إلى العقيدة وهذا الإشكال هذا الإشكال لكن الحمد لله هذا الإشكال وأقول الحمد لله نفعني لأني كنت أنبري له وأناقشه سبحان الله والله ويقبل والشيخ الحمد هذا أقول الحمد لله كان يقبل مني وكان هو ما يقبل من أحد حتى يعلم المستمع الشيخ حتى كان يقول كان هو على معتقد الأشاعرة نعم نعم
ولأني أنا لا ما بدأت ألازمه ما فاتحت يوما في مسألة عقدية ابتداء. نعم يعني تأتي عارضة. أيوه تأتي عارضة فأمريدة. نعم فهذا عرف مني وعرف أدي صدقي في الطلب عليه فكان يخطأ والله أخيرا خطأ حتى ولذلك إذا كان إذا السطر لو جاء بأمور في العقيدة في الشر خليل فأنبري له فيقبل أو يسكت أقل شيء يسكت رأيت ولذلك بالمناسبة لا أطيل عليكم الكلام في شر خليل لما وصل إلى وصلت إلى قول خليل وأعاد بوقت فيك حروري أيوة. هذا النص مختصر نعم. عند شرحه لهذا العبارة من خليل بين المراد من خليل وهو صحيح أي أعاد المصلي وراء إمام حروري المعتقد وهو لا يدري عند الدخول وراءه ليصلي نعم. ففي المذهب بعد انتهاء الصلاة إذا عرف أن هذا حروري الإمام هذا حروري وكان في الوقت بقية أعاد تلك الصلاة في الوقت وإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه استحبابا هذا هو هذا مذهب مالك كما شرح فهو سبحان الله رحمه الله الشيخ الله ترحمه عليه رحمه الله بعدما شرح وبين هذا هو كذلك فإذا به يقول وأدخلت الكاف القائلة بالجهة لله شوف استطرد يريد أن يفيد هذا قصده هذا أدخلت الكاف أي الكاف في قول الخليل وأعاد بوقت في كاء حرورين فالكاف بمعنى مثل إذن فمن كان كالحروري في الاعتقاد كالقائل بأن الله في جهة وهذا هو قول الأشاعرة هم يقولون الله في جهة وينسبون هذا إلى أهل السنة وليس بالصحيح يكذبون على أهل السنة أيوة. أهل السنة ما يقولون الله في جهة نعم. إنما يقولون الله في السماء نعم. وهم فسروا هذا وخروا هذا السماء جهة نعم. نعم. سبحان الله أي نعم سبحان الله رحمة يقول غفر الله له أي نعم غفر فأنا الله قلت فلما قال لي هذا كلام لك الله أعلم رد عليك يعني كأنه هو يرد عليك الشيخ أنا على كل حال وأنا رددت عليه فأنا قلت له لما قال هذا قلت له ماذا تقول في حديث الجارية مباشرة حكي نعم فقال لي لا دليل في حديث الجارية على أن الله في جهة أي في السماء هم ما يقول السماء يقول جهة يعتبر لفظ مجمل أيوة بس سبحان الله لكن سؤال من عرف الأصول الصحيحة للعقيدة الصحيحة السنية هذه الخزعبلات تتلاشى أمامك صحيح. ما يكون شيء ليس بشيء رأيت فأنا كلما قلت له هكذا ماذا تقول في حديث الجارية قال لا دليل فيه فقال لي تعالى بشرح زروق على الرسالة ها فأتيت بشرح زروق على الرسالة في البداية هو في أول الكتاب شرح فتح الصفحة وكان حافظ لهذه الأشياء كلها سبحان الله عجوبة يا شيخ في الحفظ نعم نعم فتح الصفحة التي فيها الكلام لزروق على هذه المسألة فإذا بزروق يقول كما قال الشيخ لا دليل فيها على 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 أن الله في جهة رأيت فقلت سبحان الله هكذا قال نعم قلت هذا إذن فيه هذا فيه طعن في الرسول فقال فيه طعن في الرسول أي طعن في الرسول أي طعن في الرسول ثلاث مرات هو غضبان علي ما غضب علي مثله قط لكن لا أدري لماذا قال أي طعن في الرسول فأنا قلت نعم هذا الأثر أو هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أقره أقر الجارية على أن الله في السماء أنا قلت في السماء لا نقول مثل ما تقول أيوة بالجهة أيوة نعم. هو قال في السماء أقره الرسول على أن أقرها الرسول على إثبات السماء
السماء لله. أنا هكذا قلت له. نعم. فقال فسكت. فقلت إذا من الذي فاتها الجارية؟ أين الله؟ قال هو نفسه قال لي الرسول. إذا فهل الرسول يقرها على جواب فاسد وهو أن الله في السماء ويسكت عليه؟ وتأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فيسكت الرسول عنه مع أن الحاجة النازلة الآن أن يبين لها ما هو السمع السمع أو هل كونه في السمع صحيح أو ليس بصحيح. هذا البيان واجب. فإذا سكت فسكت فالسكوت يدل أنه صحيح. رأيت. فسكت الشيخ. رأيت. فهذه المسألة إن في شرع لخليل موجود في شريط كنت أسجل إذا الشريط موجود حتى الآن. موجود معه. موجود معي مع الشيخ؟ لا معي. شريط تسجيل شرح مختصر خليل. أيوة من الأشرطة. هذا الكلام موجود فيه وكذلك غير مثل غير هذه المسألة العقيدة. شيخنا ما كنت تسجل ما كان عندك مسجل أيام الدو وكذا ما كان عندك؟ كان عندي. وسجلت شيخنا؟ أيوة سجلت. نعم كنت أسجل وكنت أكتب. موجود هذا موجود. أشرطة موجودة. تيديك تعرف تيديك؟ تيديك أخذها بعدين معي. هذا تيديك كان موجود في ذلك الوقت. الآن ليس هناك تيديك. أيوة تيديك نعم كان في تيديك أنا أذكرها. هذا سجلته الإحمرار. يا سلام. وخليل وطرته إيش اللامية. الحسن بن زياد. هذه كلها. سجلها. أخذت اسم الشيخ. أو سجلت صوت الشيخ بهذه الدروس في شرحه لهذه الدروس لي. رأيت. طيب شيخنا ما هي